محمد في العفو. طبعا الاسماعيلي زي ما اتفقنا في الهاف تايم ان الاسماعيلي لو كان بدا الربع ساعه الاولى بهدف كان ممكن ان هو يرجع للماتش. والحقيقه جت فرصه في الدقيقه 57 لياو انور، الكره دي لو دخلت كان نعم هارد لك. لا اتقال له هارد لك فيها، هارد لك جدا، لان هي اتعملت صح، يعني اتعملت صح قوي. وبعدين بعد كده الكره الفيرست تايم بتاعها كان عالي قوي لان هو مش شايف الجون وراه وهو لافف وعاملها في البعيده، فمن الحاجات الصعبه على المهاجمين ده. لو ده اللي هيدل ان اللعيب ده لعيب كويس طبعا، وهو المميز قوي في ان هو يكون اقرب على 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 دي الفرصه اللي بنتكلم عليها. عارف يا كابتن المفاجاه ايه؟ المفاجاه ان الاسماعيلي اداؤه في الملعب واسامي لعيبته ما تسمحش ان هو يكون في المركز ده، يعني لا لعيبته ولا ادائهم في الملعب. يعني الاسماعيلي النهارده بيلعب مباراه، يعني ما ينفعش الاسماعيلي يكون في المركز الاخير. دي حقيقه. الماتش كبير طبعا اللي اتعمل كمان في الشوط الثاني بالنسبه للتغييرات اللي عملها ميدو، هي كانت لوجيك قوي في موضوع نص الملعب. يعني احنا اتفقنا كلنا ان لازم نص الملعب يتقفل وهو نازل عمر الوحش، لكن في بعض المراكز مش موجود فيها اللعيب المناسب اللي يناسب المكان، زي مثلا تغيير باسم بمحمد الشامي. محمد الشامي ما بيلعبش فيرود، فهو اضطر ان هو يلعبه فيرود لان مفيش حد على الدكه الا محمد الشامي وعبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن مجدي بقى له فتره بعيده عن الماتشات، فلما بيجي يلعب برده بياخد وقت عقبال ما ينسجم على طريقه اللعب والملعب والنتيجه اللي موجوده في الملعب، نتيجه ان هو برده مغلوب فعايز يعوض وعايز يعمل كل حاجه في الكوره. دي برده بتشغله ذهنيا عن ان هو يؤدي الدور المنوط بيه. محمود الشبراوي نفس القصه او نفس الاداء بتاع المجموعه اللي بتلعب تحت الفيرود، شامي، مدبولي، عبد الرحمن مجدي، في بعض الاوقات صالح لما بيكمل. كل المجموعه دي ما بتلعبش. واضح ان صالح برضه كان خارج متضايق. لا كل المجموعه يا كابتن تغيير. كل المجموعه يعني بصرف النظر عن النتيجه، لكن هم برضه متاثرين قوي بالمركز اللي هم فيه.